السيد جابر؟ نعم أنا جابر. نحن آسفين على اللي صار. اللي ما بيعرفك بيجهلك. ولا يهمك، حصل خير. هاي الورقة فيها أسماء المطلوبين. اشطب الناس اللي بتخصك. اسمع سيدي، أهل حارتي ناس طيبة ما بتعمل الفاينة المول، يعني ما بحبوا الغلط. وشخص واحد هو اللي فات بعقله ولعب فيه، شيطان ما في غيره. بس أنا أهل حارتي إلهم تم ياكل ما لهم تم يحكي. طيب اكتب اسم هالشخص واترك الباقي علينا. يا جماعتي على الحارة. شو شايف؟ ايه حبيت اتأكد. يعطيك العافية. ما عملوا شيء. شفت شو عمل جابر؟ الحمد لله. يلا امي تعالوا على بيتنا. امي جابر هيك صار. الحمد لله. الله محيي البطن اللي حملك يا جابر. والله طلعت اصيل. ماشي يا حسام، وصلك على الحاره. ماشي يلا. هدي وصلني على اساس بده يعميني. انت بدك مين يعميك من هالشاضومه اللي خانقتها؟ العامه من هيك بقر ما بيطلع الا واحد احمر. ألو. مرحبا جابر، كيفك؟ قليل رندا. طمني، إن شاء الله انحلت القصة. إن شاء الله خير. كثير منيح. دخلك، شو كنت بدي أسألك؟ عم بتشوفه لأبو ريبال؟ لا والله ما عم شوفه. ولا عم تحكي معه؟ ولا عم بحكي معه. أنا كثير خايفة. آخر مرة لما كنتوا سوا حكالك إنه زعلان مني شيء؟ لا ما حكى شيء. ولا جاب سيرتي بالمرة؟ لا ما جاب سيرتك. طيب هو منيح؟ ما بعرف يا رندا، والله ما بعرف. ماشي، شكرا. علي كله ما بعرف. طيب والحل؟ هذا اللي كان لازم أعمله من زمان. أنت مو جابر يلي أنا ربيته، أنت واحد أسود. دل ما تقولي الله يعطيك العافية. ولك على شو بدي لك الله يعطيك العافية؟ على شو؟ على ولدنت الحرام يلي عملتها مع أكثر واحد بحبك. لا جنميني، هذا واحد كلب.
حقير خاين ما بيهمني ما بيهمني انتي بس بتهمني وهالحماتي انتي بس بتهمني امي ياما وانت صغير اخذتك على قد عقلك ونفست لك اللي بدك اياه حتى لو ما كنت موافقه عليه بدي منك هلا تاخذني على قد عقلي وتقعد معي دقيقتين يلا حابه احكي لك حكايه مثل ايام زمان عم حل الايام يعني ما كنت تنام فيها الا على حكايتي ما رح اخذ من وقتك كتير دقيقه واحده بس وبعدها بدي فوت نام لاني تعبانه كتير جدي الله يرحمه حكالي حكاية ما بتروح من بالي قال كان في واحد شيخ قاعد جنب بحرة صغيرة عم يطلع على عقربة وهي عم تغرق مد ايده بده يطالعها قامت لدخته توجع شوي بعدين مد ايده مرة تانية بده يطالعها قامت كمان لدخته بالصدفة في واحد رجال كان عم يطلع عليه اجى لعنده وقال له مشان الله يا اخي مشان الله اتركها بدها تضل تقرصك ما رد عليه مد ايده مره ثالثه وطلع قام قال له الرجال انت فيك تقلي ليش هيك عملت طلع في الشيخ طلع فيه وقال له لانه انا من طبعي بحب ساعد الناس وطبع العقرب يقرصهم ليش بدك طبعه يتغلب على طبعي قد ما قرصني قد ما قرصني بدي ضل ساعده وشو ما كانت معادن الناس وشو ما عملوا معك خلي طبعك ينتصر وحتى إذا كان أبو الزين خاين مثل مالك عم تحكي كون انت لنضيف خليك جابر جابر يلي الله بيجبره اذا رجع مثل ما كان معلم الله يخليك تستر ما شفت مني انا بتعرف حضرتك حالتنا بالويل والعين غدارة الله يلعنها هاي مصاريك واماني تسامحني لا بقى تعيدها امرك معلم والله اخر مرة وينك مرني معلم خدها معك هي ايه شو اللي صار؟ سيدنا الشاب اللي كان عند سيادتك هون بالمكتب شو بو؟ كان حط حزام نسر فجر فيه بعد المكتب 100 متر لك يا ولد الكلب لك يا بار ليش فتشوها بما يفوت لهون؟ سيدنا بعد ما عرفته ماشي معه وحكى بإذنك صراحة خفت أقرب عليه لأنكم حمير
لعيخ الطرش. مرة ثانية إذا أمي اللي شابتي بتفوت لهون بتفتشوها، سامعين؟ حاضر سيدنا. لك العمى، لك أروح على كليتنا. بس يا سيدنا خلاص؟ أخلصك الكل، تعالوا برا، يلا يلا يلا. هون هون وصلت معك يا ابن الكلب. بدك تقتلني؟ بدك تفشلني؟ ماشي يا ابن الملك. باب معنا معنا الأخ. خير حسام؟ شو في؟ عقيلي اللي بتعرفه. شبه هذا الصغير؟ نقتل. شو؟ نقتل؟ مهاب اللي قتله. شوفت عينك الشرطة عم تنغل نغل بالمعمل. مهاب الرايق قتله؟ إيه مو معقول. ضربه سكين شقق له بطنه شق. يا لطيف. لك عقيل هاله قدام العمال أكثر من مرة بس وصل للقتل والله غريبة. بتعرف شو القصة؟ أبداً ما قدرت أعرف شيء. يا لطيف على الخبر. بس شايف لك أكلنا كم طلع من أحف راسنا والمعمل كل ماله عم يتراجع لورا ويخرب. ما تخاف ما رح يخرب، بكرة برجع علام وتنحل المشكلة كلها. ولبين ما يرجع بدنا نضل حاطين هيك إيدنا على خدنا ونندوب حظنا مثل النسوان. والله معك حق. أنا برأيي نلاقي طريقة نرجع العالم على المعمل. المعمل ما بيصير يوقف والشباب مخنوقين، كل واحد عنده كوم لحم فاتح تمه للهواء. والأنكى من هيك حتى لو رجع علام ما رح نستفاد بنوب لأنه نص الآلات خربانة وبدها وقت لتتصلح. هاي مو مشكلة، فيصل خربها وهو بيرجع بصلحها. أنا هلأ بحكي معه من حلة. احكي معه. ألو مرحبا فيصل. أخي عقيل انقتل. ايه قتله مهاب والمعمل قايم قاعد. شلون شو خصك؟ يا فيصل انت خربت الآلات لازم تجي تصلحها قبل ما يجي سارق علام. لا تعيط روق شوي. فيصل اخي هذا الحكي ما بنحكي على التليفون، انا جاي لعندك. يلا انا رايح اشوفه. يلا الله معك وعلى السلامه. ألو دكتور اسمعني. رحت لعنده على البيت حاول اعتدي علي بس ما قدر وانا هربت. طبعا حضرتك ما توقعتي هالشي يصير والا كنت قلتي لي. انسان متوحش. وانت من شو معصبه بالتحديد؟ لانه ما قدرت تحلي الشيفره تبعه ولا لانه كسر قوه سوزان ولا لانه كنتي حابه وما قدر؟ كيف يعني؟ ترويض النمر بده اعصاب بارده يا دكتور. ما بدي روضه. لكن ما بعرف بتخافي منه؟
لما اكون معه بخاف منه، لما يكون بعيد ما بخاف. بتحبي؟ احيانا بحسه ظريف بس ما بعرف اذا حبيته. معناها لا، لو بتحبي ما كنتي ترددتي. كانه كثير فلسفي. ما اذا حابه بهيك الحكي اللي حابه تسمعيه، شوفي لك شي جاره من جاراتك. هون عياده فلسفه يا دكتوره. لما شو اعمل؟ انا بقول لك شو تعملي. برايي تقومي تعملي لنا فنجانين قهوه لبين ما خلص طب الكتب وبعدين بنحكي. لا خلصنا خلصنا شبك خريطت مثل النسوان. العمى بعيونك لسه عم تصهل مثل الخيل. يقطع عمرك فلقتني فلق. ليش يا معلم؟ ليش ضحيت فيه؟ عمار طول عمره خدامك. لا يا سيدي ما كان خدام، كان شقفة تأجير وعم ياخد فوق حقه، والأهم إنه كان خاين. خاين؟ ايه خاين. عملية حلب مين اللي خبر عنها بتعرف؟ لا. صاحبك اللي عم تفتح لي حنفيات عليه. عمار ما بيعملها معلم. عم تكذبني ولا حيوان؟ ما عاجل لي كذبك، بس بجوز اني اقول لك الخبر كذاب. بتكوني سرعت. سرعت لك طول عمري بقول عنك جحش بحياتك ما بتصير بني ادم. ما حلك تفهم انه شيخ الوادي ما برد على مين من كان وما بيجيب معلوماته من الشارع؟ خصم لي اياها بقى حاجه بكي. لما رحت على الجيش وفرزوني على سرايا الدفاع كنت رايح وانا فرحان مبسوط، الارض مو واسعانتني، مفكر انه الدنيا كلها رح تزلغط لي. بس بعدين لحتى فهمت انه مو المهم انت تنبسط وتعيش مبسوط، المهم تعيش لحتى القائد يعيش. هيك فهمونا وهيك عملنا. وبالفعل كل القوة اللي معك لما يسحبها منك القائد بترجع حقك ربع ليرة بساحة الغلا، وفرنجين بتصير ما بتسوى. لذلك كنا نتسابق على الموت مسابقة قدام القائد، والقائد كان لعيب كتير، كان يخلينا نعمل كل شي بنفسنا، كان ما يحرمنا من شي لحتى ما نستغلي الروح قدامه. بس لما يشم ريحة خيانة كان يخلي للخاين يشتهي الموت مليون مرة قبل ما يموته. فلا تزعل على صاحبك، لأني رحمته وما خليته على القليلة يشتهي الموت، ريحته دغري. ولا غزوان، لك انت صرت شقفة مني. ولا اوعك تفكر بحياتك اني ممكن اعمل فيك اللي عملته بعمار. اوعك تفكر انك رخيص عندي او ممكن الحشك بالحاوية، لاني بعرفك انت دخلت على القلب وسكرت عليك وما بتطلع منه الا لحتى شم ريحة خيانة. بس بعرف انك ما بتخون، لذلك يلا دور السيارة واطلع. يقطع عمرك لعيته لقلبي. الو ابو الزين، انت فينك خيو؟ وقت هذا السؤال هلا اسمعيني منيح. اسمع اسمع، انا هلا هلا رايحه لعند جابر رح احكي له ايش صار معنا. جابر لا، رجعي من الزين. جابر لا. ليش خيو جابر لا؟ اصلا هو اللي حل القصه للحاره كلها، ايش عليه اذا رحت لعنده؟ ولك عم اقول لك رجعي جابر لا، ترجعي هلا على البيت وتشوفي لي اذا في امن قدام البيت. طيب حاضر. يلا بدك شيء؟ ايه بدي. ايش لك؟ شو ابو الزين حبيبي، بزمتك بدينك بوجدانك، ايش قد مره ذكيه وفهمانه ولهلوبه.